بنتي في سنة تالتة إعدادي وحب الشباب مالي وشها، وده مؤثر على نفسيتها طبعا، وعايزة تعمل جلسات ليزر لوشها، فهل الليزر ده بيجيب نتيجة ولا مش مستحب؟ الأول حب الشباب ده مرض شائع جدا، وبقدر ما هو مرض شائع الأخطاء اللي معروفة عنه شائعة برضه. يعني في كمية من الأخطاء الشائعة جدا عن حب الشباب بنفس درجة شيوعه. هنقول الأفكار الخاطئة دي الأول بالنسبة للبنوتة دي، علشان دي هتفرق معها جدا. أولا هو يعني مش مرتبط بالأكل زي ما كانوا فاكرين زمان. غالبا البنت دي تلاقيها محرومة من كل الشوكولاتة والآيس كريم والمكسرات والحاجات دي، حوادق والحوادق اللي بيحبوها دي. هو ملوش علاقة قوي بالأكل، هو علاقته بنوع البشرة وليس نوع الأكل. يعني لو هي بشرتها جافة وكلت شوكولاتة وآيس كريم ومكسرات ودهون طول اليوم، عمر ما هتطلعها حباية واحدة. دكتور دايما بيجي لنا زي إحاء كده، إن إحنا لما بناكل الشوكولاتة مثلا أو أي حاجة فيها نسبة دهون عالية أو أملاح بنحس إن هو زاد، أو عايزين يعني وشنا يعني في حكة جامدة. لأنه هو اللي بيطلع عنده الحبوب عنده طبيعي، بيطلع كل يوم كل يومين تطلع حباية، فهو بيربطها بآخر حاجة أكلها. لكن دي لأن بشرته دهنية، هي لو بشرتها جافة وبتاكل شوكولاته كل يوم ولا تطلع لها حبايه واحده، صح؟ لكن لو بشرتها دهنيه هتطلع لها، حتى لو ما شربتش غير ميه بس هتطلع لها الحبوب برضو. النقطه الثانيه انه لا، بما انها شائعه كده وبتروح مع الجواز، طبعا الكلمه دي خاطئه جدا ملهاش اي علاقه خالص. ما بتروحش؟ لا ما بتروحش مع الجواز، هي بتروح بالعلاج مش بالجواز. هي بتروح بالعلاج. فكره انها بتروح مع الجواز دي ملهاش اي معنى خالص، مفيش حاجه اسمها لما تتجوز هيتروح. وسيبه بقى يشوه في بشرتها ويعمل ندوب ويعمل بقع ويعمل حاجه، بدل ما تدور على الجواز دكتور تدور على عريس. تدور على العريس. لا، العريس ياتي بعد الدكتور. الدكتور ياتي الاول وبعديه العريس. الحاجه الثانيه زي ما قلنا مش مرتبطه بالاكل، مش مرتبطه بالجواز. طيب شائعه جدا، طب بما انها شائعه وبتحصل لكل الناس ده عادي بقى. يعني في كلمه، في عندنا كلمه بنستخدمها كتير قوي ملهاش ترجمه باللغه الانجليزيه، اللي هي كلمة عادي. كلمة عادي لو فكرنا في معناها لا ملهاش معنى خالص. يعني بتطلع عادي. ايه عادي ديت؟ يعني يا اما مرض بيتعالج يا اما وشك سليم. لكن بيطلع حاجة في وشك يبقى ده مرض، يبقى لازم يتعالج، ده مش عادي. فلابد من العلاج عند دكتور الأمراض الجلدية. الحاجة الرابعة أو الخامسة بقى الخطأ الشائع، إنه الوصفات. وما أدراك ما الوصفات دي، كارثة الكوارث. وخصوصا في عهد النت، وهي السن ده بسن الإعدادية وإعدادي وثانوي، ده بيبقى طبعا طول الوقت على النت الوصفات طول. دي عايشين على الوصفات. طبعا حب الشباب لا يعالج بالوصفات، زي ما هو لا يعالج بالعريس لا يعالج بالوصفات، يعالج بالطبيب فقط، طبيب أمراض جلدية. ما فيش حاجة اسمها مية رز ومية ترمس وزبادي ونشا والكلام الفاضي ده. ده بيزود الحبوب زيادة وبيعقد الدنيا على ما الفتاة تيجي وتقول استخدمت مش عارف ايه. وطبعا دلوقتي طلعوا في المقدر ناس بتبتدي كلامها انا مش دكتورة بس خبيرة بشرة، انا مش دكتورة بس خبيرة شعر، انا مش دكتورة بس خبيرة ضوافر، انا مش دكتورة بس خبيرة حب شباب. فطبعا دي كارثة من الكوارث، وبيمشوا وراها الناس اللي هم في السن ده طبعا. بيمشوا وراها، فبيقولنا محملين بوصفات وحاجات كوارث بتبوظ البشرة زيادة. لأن حب الشباب من الحاجات اللي عايزة علاج داخلي بالفم، وعايزة علاج موضعي، عايزة صبر. أيوة وعايزة بيطول. أيوة بيطول. عشان كده المريض يا دكتور دايما ما بيحسش ان هو بيتحسن بالصورة المناسبة. تمام. بالنسبة لعدد الكريمات مثلا بيحطها يوميا او الأدوية. تمام. فبيحاول يبص بقى بره، انا هشوف الوصفات، هشوف الحاجات اللي بتقضي عليه في نفس اليوم. ما هي دي عاملة حضرتك زي مثلا انا جبت مدرس خصوصي لابني مثلا في مادة الكمبيوتر فما نجحش، فاجيب مثلا الحارس بتاع العقار يديله درس بدل بتاع الكمبيوتر. يعني دي هي دي هي دي بالظبط المنطق ده كده. يعني بما ان الدكتور علاج الطبي هيطول يبقى اروح للناس، اروح لحارس العقاري يعالجني بقى. ما الموضوع مش كده خالص طبعا. ما هي حب الشباب بيطول لان هو الديفينيشن او التعريف بتاعه اسمه كرونيك. كرونيك يعني مزمن، للتمييز عنه عن حاد او اكيوت. يعني الامراض بتنقسم اساسا حسب مدتها الى نوعين، اكيوت او حاد اللي هو بياخد اسبوع او 10 ايام ويمشي، وكرونيك اللي هو مزمن. أيوة. بيطول.
والطب عارف كده وعارف ان علاجه كده وعارف ان لازم بناخد علاج بالفم وعلاج موضعي وتيجي متابعه كل شهر وكل شهرين. الامراض الجلديه بالاخص يا دكتور دايما بتاخد بتطول فترات طويلة. لكن انا عايزه واحده تضحك عليا في النت تقول لي اه حطي بس ميه روز على وشك بدل ما اضيع الحبوب هشوه وشي كله او حطي توم او حطي مش عارف جرجير وحطي زبادي والكلام الفاضي ده. وصفات طبيعيه لجمالك وتخلصوا من الدكاتره ومافيا الادويه. طبعا برضو تعبيرات بنرددها مش فاهمين. اسعار غليت بره واحنا عندنا هنا كله رخيص من البيت. ايوه كله من البيت طبعا. طبعا بتكلفها اكتر لان كل دي بتصرف فيها فلوس وبتشوه في وشها وبعدين في الاخر تيجي للدكتور. يعني تقريبا ما فيش مريضه بتجيلي العياده الا ما مرت بكل المراحل دي.